الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع بالأمس لمتابعة عدد من الملفات المهمة تتعلق بتخصيص الأراضي للمستثمرين والاستفادة من الرمال البيضاء، وأصدر توجيهات بإعداد حصر شامل لإجمالي قطع الأراضي الصناعية اللي تم تخصيصها في الفترة اللي فاتت وموقف كل قطعة أرض ونسب الإنجاز اللي موجودة فيها. خلينا نعرف تفاصيل هذا الأمر، كيف يفكر رئيس مجلس الوزراء في هذا الملف، في ملف تحديدا الاستثمار والأراضي الصناعية المخصصة. الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني ضيفنا النهاردة على الهاتف. صباح الخير يا دكتور سمير. صباح النور على حضرتك وعلى كل المشاهدين. حضرتك شايف ازاي هذا الملف بالتحديد، كيف يفكر الدكتور مدبولي في ملف الاستثمار، ملف توجيه أوجه الدعم للمستثمرين، ملف أيضا الأراضي الصناعية المخصصة؟ طبعا الاجتماع امبارح برئاسة دولة رئيس الوزراء كان بيأكد على بدأته الدولة مؤخرا واللي نادى بيه المجلس الأعلى للاستثمار في قراراته اللي صدرت، وكان برئاسة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في متابعة الملفات الخاصة تحديدا بملف الاستثمار الصناعي، وكان على رأسها وكان ده دايما في جلسات الحوار الوطني بنناقشه موضوع الأراضي الصناعية وتخصيصها وجهات الولاية وتعددها. فلسفة الاجتماع امبارح اللي تم انه كل الجهات كانت ممثلة امام رئيس مجلس الوزراء، كان موجود التنمية الصناعية، هيئة الاستثمار، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المحليات. اذا الاربع جهات في الدولة اللي تحت ايديها التصرف في الأراضي الصناعية حاضرة، وحاضرة بالمسؤول الأول عن هذا الملف في كل وزارة، وتم حصر كل الأراضي اللي تم منحها الفترة الماضية للمستثمر الصناعي، ووقف دولة رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي لكل قطع، إيه اللي تم الإنجاز فيه، إيه اللي لسه المستثمر ما اشتغلش، طب معوقاته إيه. بصراحة كان اجتماع احنا تابعناه طبعا عن قرب وتم التواصل مع بعض المسؤولين، بيأكد على ان الدولة في الفترة دي بتاخد خطوات جادة جدا في تشجيع الاستثمار الخاص سواء كان محلي او اجنبي، في انهاء كل المعوقات بداية من تخصيص الاراضي وترفيقها، وانها تشوف المستثمر كمان ليه ما بدأش شغل، لو عنده اي مشكلة تبدأ تذليلها وتبدأ الوقوف عليها. أكيد. طيب في تيسيرات وفي محفزات بتتقدم للمستثمرين الصناعيين، لو اتكلمنا عن أهمية التيسيرات دي وإيه أبسط وأجدد التيسيرات اللي بيتم تقديمها؟ طبعا إحنا في منطقة دلوقتي كل العالم بيتنافس على جذب الاستثمار والتركيز على الاستثمار الصناعي، فأول حاجة تمت والدولة بتمشي فيها بخطة سريعة جدا هي الرخصة الذهبية. الرخصة الذهبية خلاص كنا الأول بنقولها في الإعلام وبنتكلم بنعد بنقول 2022 تم منحهم، النهاردة أصبحت أمر بيستطيع كثير من المستثمرين يتقدموا إليه، وبقت بتسهل كتير جدا من الإجراءات. الحاجة الثانية موضوع الأرض الصناعية، كانت بتبقى دايما مشكلة تخصيص الأرض، النهاردة تخصيص الأرض حضرتك بتتوجه إلى جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية، بطلب الأرض في مدينة من المدن الصناعية الجديدة، هي بتتعامل كدولة داخل مؤسساتها سواء كانت الولاية في جهة أخرى أو في وزارة أخرى، ده بقى موضوع ما يعملش مشكلة للمستثمر الصناعي. نعم. الدولة أيضا عملت حاجة محترمة جدا وهي الإعفاء من نص ثمن الأرض في حال تنفيذ المشروع، ده كان قرار مهم جدا خلى مستثمرين كتير بيتسابقوا دلوقتي ان انا انهي المشروع بتاعي في مدة زمنية اقصاها عام عشان استرد 50% من ثمن الارض. وضيفي على كده هيئة الاستثمار ايضا بدأت تقدم خدماتها في فروعها، وده من الامور الطيبة اللي حصلت، ان في خدمات كانت مركزية لازم تكون في الهيئة العامة للاستثمار بالقاهرة، بدأت تخلي مكاتبها في المحافظات تقدم بعض الخدمات اللي كانت لازم تخلي المستثمر يذهب الى المركز الرئيسي. أي أكيد. طيب دكتور سمير، يعني أهم المجالات اللي بدأت بالفعل في تنفيذ في المصانع المصرية، يعني هل في قطاعات معينة تعد الأبرز أو تعد الأحدث في منظومة الصناعة المصرية بدأنا نشوفها؟ بالطبع احنا عندنا في قطاع كبير جدا وجديد جدا
وهو الصناعات الخضراء، الصناعة اللي مرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة. عندنا مصانع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اللي بتنتج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. احنا يمكن لأول مرة إنتاج الأمونيا الخضراء من مصر، ودي أول إنتاج في منطقة الشرق الأوسط. برضو لما نقول المشاهد الكلام ده، الناس يمكن بتستغرب، طب احنا هل الأوضاع ماشية كويس قوي كده؟ طب احنا مش حاسين؟ طبعا الحاجات دي كلها بتكمل بعض، المردود يمكن في القريب يبدأ يظهر بشكل كبير لكل الناس. إنما ده قطاع مهم جدا دخل في الصناعة المصرية ما كانش موجود، الصناعات الجديدة. صناعة السيارات والتركيز عليها، بدأ شركات ضخمة في مجال صناعة السيارات من دول شرق آسيا ومن الصين ومن روسيا برضو بتركز النهاردة إنها تبدأ. شفنا قريب دولة رئيس الوزراء كان بيجتمع بأكبر مصنعي ضفاير السيارات، يعني المكملات لصناعة والمغذيات لصناعة السيارات. ده سيكتور مهم جدا بدأت الحكومة المصرية تدي حوافز فيه وتشجع كبار الأسماء في العالم إنها توطن هذه الصناعة في مصر. طيب فكرة ان احنا بنحاول نعمل محفزات كتير علشان نجذب المستثمرين، هل في مثلا عندنا مقومات نقدر نعمل بيها نقلة صناعية في الفترة القادمة، نقدر نقول ان احنا نقدر نقفز قفزة كبيرة للأمام؟ بالطبع مصر خدت خطوات كبيرة في ملف البنية التحتية. النهاردة توفر الطرق وربط المدن الصناعية بالموانئ، تقليل الزمن، والموانئ بقت كفاءتها والكباستي حجم التداول فيها بقى ضخم جدا. كل ده بيخلي مصر على بدايه انطلاق لدوله صناعيه واعده. يعني احنا النهارده ما عندناش، اصبح في معوقات دايما بنسميها في الصناعه كده، الهاردوير بتاع الصناعه، من انفراستراكشر، من طاقه، من كهرباء، من مواد بتروليه، كل ده الحمد لله متوفر ومتاح. نيجي للجزء التشريعي والقوانين، ده كله برضه حصل فيه طفره كبيره بقانون الاستثمار وقانون المناطق الصناعيه وقانون الضريبه الموحد، لان السياسات الماليه ايضا هي رافض من روافض التنميه الصناعيه. يبقى البيروقراطيه عشان نتكلم بكل صراحه، وهي دي المعضله اللي دايما حتى في الحوار الوطني ناقشناها كتير وشفنا كيفيه الحل فيها، وبتتخذ الحكومه خطوات كتيره في الانهاء. منها اجتماع امبارح، ده مثال كبير جدا، اللي هو دايما نقول الولاية الأراضي وتعارضها. ده كان اجتماع واضح ورسالة واضحة للمستثمرين إن الدولة بقت بتشتغل كل أجهزتها على ترابيزة دولة رئيس الوزراء بتحل المشكلة. يبقى مصر خدت خطوات ضخمة جدا. الفترة اللي جاية قطاع الصناعة مستهدف يزيد، صادراتنا لازم تزيد وتطلع على رقم كبير. هو ده الأمل الكبير اللي هيخلينا ما عندناش أزمة في منتج، ما عندناش أزمة في سعر صرف، توفر سعر الصرف في البنك المركزي يبقى متاح. فبإذن الله المناطق الصناعية لو الناس بتزور حتى هتشوف فيه في الفترة اللي جاية دايما مصانع جديدة بتفتح، مستثمرين صناعيين من دول كتيرة جايين مصر، من تركيا، من شرق آسيا، من أوروبا. الاتحاد الأوروبي النهاردة مركز جدا على أنه يبدأ يوطن صناعاته في مصر، لأن احنا جاهزين لده وجاهزين لاستقبال رؤوس أموال كبيرة الفترة اللي جاية. أكيد. طب الرمال البيضاء يعني قضية كبيرة جدا اهتم بيها رئيس الوزراء بشكل شخصي. عندنا احتياطي بيبلغ حوالي 20 مليار طن من الرمال البيضاء، ممكن تخش في عدد كبير جدا من الصناعات. مصر عملت ايه؟ الرمال البيضاء ده موضوع مهم، لان انت عارف حضرتك كانت مصر بتصدر في السنة بحوالي 33-34 مليون دولار، كنا بنصدرها خام. بتوجيه من فخامة السيد الرئيس ومن فترة منع تصدير هذه الأمور في شكلها الخام، ولازم يتم قيمة مضافة وتصنيع ليها. فالدولة عملت أبحاث كبيرة جدا مع كبرى الشركات، لقينا إن احنا نقدر نستغلها في صناعة الزجاج وفي صناعة الشيبس والمايكرو شيبس وصناعة الإلكترونيات. دي بتدخل في صناعات كتيرة جدا، مواد الطلاء، بعض أنواع الأسمنت عالي الجودة. فبدأ امبارح رئيس هيئة الاستثمار بعرض ما تم توصل الدراسات اللي قامت بها الدولة، ويبدأ يطرح المناطق اللي فيها الكواليتي بتاعتها بتوصل نقاوة الرمال البيضاء فوق 99%، ودي يمكن مش موجودة في دول كتير في العالم. ايه الأماكن دي يا دكتور سمير؟ زي ايه؟ حضرتك عندنا منطقة وسط سيناء فيها كمية كبيرة من الرمال البيضاء عالية النقاء. يعني هيتعمل هناك المصنع بجوار هذه الأماكن، عايز تقول حاجة كده؟ بالظبط
بالظبط. تم التنسيق بقى هنا ان المستثمر جاي، دراسات الرمال موجوده، التركيز الخامات موجوده، زي لو تفتكر حضرتك مشروع الرمال السوداء اللي اتعمل على السواحل الشماليه واللي افتتحه فخامه الرئيس، ده هيبقى مشروع شبيه بيه. يبقى عندنا النهارده خامه نقائتها عاليه، العالم بياخدها مننا في شكل ماده خام، احنا بنقول للمستثمرين الخام موجود، الارض الصناعيه المرفقه موجوده، والميناء موجود، حضرتك تيجي تعمل مصنعك عندي هنا في مصر، تعمل القيمه المضافه. ده موضوع مهم يمكن الفتره الجايه نتابعه مع بعض، هيكون في مشروع ضخم يشبه مشروع مصانع الرمال السوداء. طيب دكتور سمير، يعني نقدر نقول حضرتك كنت لسه بتتكلم منذ دقائق قليله على فكره الصناعات المكمله، يعني الضفائر الخاصه بالكهرباء الموجوده في السيارات وغيرها. احنا عارفين ان في دول بنت اقتصادها على الصناعات المكمله للصناعات الكبرى الثقيله، احنا عندنا مكان نقدر ندخل وننافس ونقتحم هذا السوق؟ احنا بالفعل دخلنا وبدأنا، عندنا حضرتك أكبر شركة في العالم، مش عايز أقول الاسم التجاري ليها، ولكن هي معروفة جدا في اليابان، شركة ياباني ركزت البلان بتاعها من حوالي بالظبط 20 يوم، كان وفد من كبار مجلس إدارة هذه الشركة، ودي بتشتغل في استثمارات ضخمة جدا، استثمارات دول حول العالم، جت زار مصر، قعدت اجتماع ضخم مع دولة رئيس الوزراء، وتم الاتفاق انها تضخ ارقام كبيرة تكبر عندها 3 مصانع في مصر، هتوصلهم ل7 مصانع، هنبقى من اكبر الدول اللي بتصدر للبراندات العالمية من هذا النوع من ضفائر السيارات، من هنا من انتاج مصري. ده بقى اللي برضو وجه بيه فخامة الرئيس في اجتماع اتحاد الصناعات، وقال احنا مش لازم نركز على اني اصنع جزء من العربية، انا عايز اركز ان انا اجمع وصنع معظم الاجزاء، فيبقى عندي مش اقل من 70-80% من مكونات السيارات انتاج مصري. فده بند، في بنود اخرى قائم التركيز عليها في منطقه الاقتصاديه بقناه السويس وشرق بورسعيد لصناعه السيارات ومغذيات السيارات. احنا مش بنتكلم فقط على السيارات، احنا بنتكلم عن مختلف الصناعات. اعتقد ان احنا الفتره القادمه هيكون لينا مجال ان احنا ندخل وننافس في اسواق مختلفه، مش فقط في سوق السيارات. طبعا طبعا، لا انا بدي مثال على الصناعات اللي بقى مصر ليها ميزه نسبيه عن العالم فيها، بدي فقط مثال، ولكن احنا طبعا عندنا التركيز في صناعات كثيره، يعني صناعه البتروكيماويات احنا واخدين فيها شوط كبير، صناعه الغزل والنسيج هيتم افتتاح قريبا أكبر مجمع للغزل والنسيج في المحلة الكبرى بعد إعادة تطويره ومع كبرى الشركات السويسرية وآخر تكنولوجي في الصباغة والتجهيز. لا احنا عندنا صناعات كثيرة، مصر هنشهد نقلة كبيرة جدا جدا في قطاع الصناعة، وأنا أتمنى يعني إن الرقم اللي بتنتجه الصناعة كنسبة للناتج القومي المحلي يزيد بنسبة 2-3%، نوصل ل29% قريبا. طب دكتور سمير، يعني دايما بيبقى في سؤال في ذهني في القصه دي تحديدا استكمالا للسؤال منا، احنا دايما عايزين نطور صناعه السيارات، ده حقيقي، وعندنا صناعات مغذيه للسيارات، ده حقيقي، ونفسنا نعمل سياره مصريه وده حلم، لكن احنا على الارض يعني نعتبر اشطر او اهم دوله بتعمل موتوسيكلات في القاره الافريقيه، احنا بنصدر وعندنا ارقام، احنا عندنا مصانع مصريه رائدة في هذا المجال، مش بس على مستوى الموتوسيكل أو الدراجة البخارية، لا على الدراجة الكهربائية أيضا. ليه ما يتمش تطوير هذا الملف علشان نكون رقم واحد في المنطقة في صناعة الدراجات سواء البخارية أو الكهربائية، بدلا من أن احنا نكون رقم 2 أو 3 في ملف السيارات؟ دي فكرة اللي حضرتك بتطرحها، فكرة محترمة، وهي احنا بنقول دايما في الصناعة الايكونومي سكيل، او يعني السعة الانتاجية للمنتج اللي بشتغل عليه. فحضرتك النهاردة فعلا لما تتميز في منتج وتوصل فيه رقم 2 في قارة او في منطقة، ممكن تركز اكتر وتوصل لواحد، بس ده لا ينفي ان انا بالتوازي في قطاعات اخرى بدأنا فيها وشغالين عليها. ما فيش مشاكل طبعا طبعا طبعا. قطاع وسائل النقل عموما اسمه صناعة وسائل النقل والصناعات الهندسية والمغذية ليها، ده قطاع واخد اهتمام كبير جدا من القيادة السياسية آخر 4 سنوات، تاخد فيه خطوات كبيرة في بعض المنتجات زي ما حضرتك أشرت، وسائل النقل الخفيف عموما سواء كان بتشتغل بالبنزين أو بالكهرباء مصدرها، ده عندنا فيه نقلات كبيرة ولسه فيه
شركات ضخمة هتفتح تاني من أول العام القادم لإنتاج الدراجات كمان، مش بس الموتوسيكل والدراجة البخارية، لا الدراجة العادية هيبدأ إنتاجها في مصر بكميات كبيرة للتصدير. أكيد. وعلى نفس الطريق ده شغالين في صناعة السيارات ووسائل النقل لحد النقل الثقيل، ويمكن الحمد لله احنا من فترة احتفلنا بإن الأتوبيس اللي بيشتغل في العاصمة الإنجليزية لندن صناعة مصرية. نعم. طلع من هنا من مصر. وبتنتجه شركة مصرية بشراكة مع شركة ألمانية. صحيح. أكيد. كل الشكر ليك الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك.